خليك مثل ما بتحلم عطول، عم تضوي مثل القمر بنص العتمة، مثل غصن ياسمين طالع من الشوك، مثل الشمس لما تشرق لتمحي بحياتنا كل الغيوم. بلشنا. مشاهدينا بفقرة نجومنا اليوم عندنا ثلاث اخوة، خلينا نتعرف عليهم. جعفر علي، حلا علي، وفرحة علي. كيفكم؟ منيحين. تمام. كيفك جعفر؟ منيح. قد عمرك؟ 13 سنة. 13 سنة. وحلوشة؟ 10 سنين. 10 سنين. وفروحة الصغيرة الحلوة؟ 6 سنين. 6 سنين عمرك؟ كثير حلو. اليوم حلقتي هيك كثير حلوة فيكم، مبسوطة فيكم، انتم ثلاث اخوات جاي من بيت واحد، يعني عندنا بهذا البيت كل الموهوبين ما شاء الله. خلينا نبلش معك جعفر، بما انك انت الكبير. جعفر شو موهبتنا؟ هلا انا بالحساب الذهني وكمان بعزف على العود. بتعزف على العود؟ شو كمان بنغني شيء؟ بغني كمان. صوتنا حلو. إيه. كمان حلو. حلا شو موهبتنا؟ الغناء والحساب الذهني. حلو، برافو. والصغيرة شو موهبتك انت يا حلوة؟ العزف على الأورج والحساب الذهني. حسب على الأورج والحساب الذهني، شو حلو هالبنوتة. هلا قبل ما نبلش حابة اسمع شيء من عزفك، مشان بقى نحكي، بدنا نحكم بقى، بنسمع العزف وبنحكم. يلا. نحكي بقى عن الموهبة. كيف بلشنا بالتعلم على العود؟ تعلمت عن عدة أساتذة. حلو. أول أستاذ كان عندي أستاذ فادي، بعدين علمني أستاذ حكيم. طيب أنت كيف خطرت لك أنه أنا بدي أتعلم عزف وأخصا آلة العود؟ كنت أسمع كثير أغاني على العود وهيك، بعدين حبيت كثير العود، بعدين ماما شجعتني كثير أني سجل بمعهد، سجلت بمعهد وتعلمت. يعني ماما شجعتك فينا نقول. حلو كثير. حلا الأميرة هيك لابسة تاج كثير حلو، سمعت كمان تعزف على الجيتار. قديش كنا بنعزف على الجيتار؟ شي سنة. إلك تقريبا سنة، حلو كثير. وليش اخترنا الجيتار؟ يعني أنت مختارة آلة غربية وأخوك مختار آلة شرقية، ليه اخترنا الجيتار؟ يعني حسيتي بشبهك كثير، حبيتي، مين حببك فيه؟ أمي. أمك كمان حببتك، يعني الماما فهيك عندها هوس الفن فينا نقول، ما؟ وانت فروحة الحلوة الصغيرة ما بتعزفي، سمعت عم تعزفي كمان، قديش لك عم تعزفي؟ يعني لك زمان ولا لك فترة صغيرة بس؟ فترة صغيرة. فترة صغيرة بس، ما؟ عندك مواهب غير العزف؟ بتحبي ترسمي مثلا؟ تحبي ترسمي؟ نحن مثل ما شايفين عزف حلو فني، وعندنا شيء اسمه حساب ذهني مثل ما قلت لي، كيف جمعنا بيناتهم من الاثنين؟ هلا فتحوا عنا بمساكن الحراس منار دمبل للتنمية تحت السيد إشراف السيدة الأولى أسماء الأسد. حلو. بعدين بابا وماما صاروا يشجعوني. حلو. عأني سجل حساب ذهني إنه بستفاد وبتدرب وبصير ذكي وهيك. بس بده كتير تركيز. ايه. ما؟ بالتركيز. شو رأيك حلا؟ أنت كمان حبيتي حببك فيه جعفر ولا ماما وبابا؟ لا جعفر. جعفر حببك فيه، ساعدت لحلا؟ ايه. حلو انه انتوا اخوات وعم تساعدوا بعض، يعني تقريبا مواهبكم تشبه بعض، ان كانت فنيه كل واحد هيك مستلم اله هيك تعزفوا لها للماما والبابا كل يوم، وبالموضوع الحساب الذهني. قديش لك عم تتعلم حساب ذهني حلا؟ يعني شيء اقل من سنه. اقل من سنه، حلو. فالروحة الحلوه شو رايك نحكي شوي هيك عن الحساب الذهني واعطيكي شيء معادله تشوفي لنا اياها؟ طيب رح لك هون بسرعه. اوكي خليني اقول لك معادله. 13 31 50. يلا قلي لي الجواب بسرعة. 94. برافو سطورة. شو السطورة هاي؟ شو السطورة؟ قلك معادلة تانية شو رأيك؟ 11 11
22 months 44 55 22 77. برافو، شو هالشطورة، شو هالشطورة الحلوة هي الصغيرة. خلاص هلا ارتاحي، هلا هذول الحركات اللي بتعملوا، صحيح هذول الحركات اللي بتعملوا فيها، ارتاحوا فيها، ارتاحي يا رول. المعداد هو، المعداد هو اصل شيء، الحساب زي المعداد. كيف بلشتيني؟ كيف واحد يحسب ذهني؟ كيف بلشتوا بالخطوات الاولى؟ اول شيء بيعطونا المعداد. ايه بصير مثلا واحد نرفع خرزي، مثلا 10 نرفع خرزي من جهه ثانيه. اه حلو كثير. ايه عاد نحن يعني بقى تتخيلوها هي القصه، تخيل المعداد قدامنا وبعدين نحسب. ايه انا بشوفكم عم تعملوا هذه الحركات، قلت هيك لاعرف منكم شو القصه هذول. حلوشه بالمدرسه عم تغني بالمدرسه، عم تعزفي لهم، عم تعلميهم حساب ذهني ولا شو لرفقاتك؟ بلا، بغني بحصة الموسيقى أو أحيانا بجيب معي الجيتار على المدرسة. حلو، يعني بالمدرسة كمان عم يشجعوكي ما؟ حلو كتير. فنروح أنت صف شو؟ أول. يعني أول عم تعلمين لرفق حساب الذهني ولا ما عم يعرفوا مثلك؟ مو شطورين مثلك ما؟ أنت أشطر وحدة بالحساب الذهني ما؟ طيب عم تحبي العزف أكثر ولا الحساب الذهني أكثر؟ الاثنين سوا. الاثنين حاببتيهم سوا. حلو كتير. هلا شايفه انا عندنا هيك كؤوس رائعه، خليني اعرف من وين جايبينهم هدول؟ كيف اخذتوهم؟ في مسابقه شاركنا فيها مؤسسه تعلمني. حلو، على مستوى الجمهوريه ربحنا المركز الاول بعلامه تام. برافو. انت حلا، اول شيء دربنا الكوتش فاطمه على المسابقات، بعدين رحنا على تقدم على الجمهوريه العربيه السوريه، بعدين انه اخذنا كؤوس لانه كل 120 تمرين كلهم كانوا صح. برافو، برافو عليكم. اول شيء بدنا نشكرها للكوتش فاطمه على هيك مواهب كثير حلوه. هلا لما انتم فزتوا وكرموكم، هذا الشيء جعفر شو حسسك؟ اعطاني ثقه، اعطاني ثقه وحافز. وانت حلا شو حسسك؟ لانه كنت اخجل كثير، بس انه بعد الحساب الذهني صارت شخصيتي قويه وصرت بركز اكثر. هلا كم دقيقة تستغرق معك لما بلشتوا بهاي المسابقة؟ كم دقيقة استغرقت معك؟ هلا أول شيء الكوتش قالتنا إنه بدها المسابقة 5 دقائق. حلو. بعدين نحن صرنا ندرب على أساس إنه 5 دقائق، طلعنا ندرب لحتى صرت أنا بحلم بدقيقتين و14 ثانية، بعدين رحنا على المسابقة طلعت ب10 دقائق. يعني أنت أخذ الرقم القياسي فينا نقول. تماما. وأنت حلا إذا بهيك شيء معادلة شوي صعبة، قديش بدنا وقت فيها؟ شي أربع دقائق. الثواني كتير حلو، برافو والله، كتير شطورين. لكن انتو يعني واصلين مراحل متطورة فينا نقول. فراح بتحبي الماما والبابا؟ قديش كتير؟ مين عم يشجعك أكتر شي، بابا ولا ماما؟ الاثنين عم يشجعوكي ما؟ كتير حلو. أنا شايفة هذا المكعب اللي بحبه كتير، ماشي؟ أنا بس بدي خربته، ما بعرف ظبطه، بس رح خربته. لبين ما تحللنا يا بدي روح أنا وياكم على فقرة عيشة ونشوف البنوتة اللي معنا كيف عاشت حلمها. خليكم معنا. مرحبا، اسمي حلا ناصر، عمري 11 سنة، طموحي أن أكون معلمة واليوم راح أعيش الحلم. مرحبا، أنا اسمي حلا، حابة إني أصير معلمة. ممكن نسألك كم سؤال؟ تفضلي حلا. أنت كيف خطر لك إنك تصير معلمة؟ أنا منذ طفولتي جميع من أحبهم كانوا معلمين. أمي كانت معلمة وأبي كان لي معلم، واقتديت أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول المعلمين. ومعلمتي في الصف الأول أيضا كنت أحبها كثيرا، وجميعهم معلمي، معلمتي، أبي وأمي وسيد الخلق هم معلمون، فاقتديت بهم جميعا لأكون معلمة. اجتهدت على نفسي، درست، وفي مدرستي كنت دائما متفوقة. انت شو الفرع الجامعي اللي درستي له لتصير معلمه، وكم سنه بدك تدرسي؟ انا درست كليه التربيه، فرع درست 4 سنين، وكانت من احلى ايام حياتي.
هل مهنة التعليم صعبة؟ وشو الصعوبات التي واجهتك؟ مهنة التعليم هي صعبة، أكيد صعبة، بس أنا لما بحب مهنتي وبشتغل على حالي فأكيد هي الصعوبات إنه أنا عم اتجاوزها بحبي لمهنتي. في صعوبات عم تواجهني يا حلا، إنه في عندي مستويات بين الطلاب، هناك في طلاب مستوياتهم كتير عالية، طلاب مستوياتهم متوسطة، طلاب ما بتتعب على حالها. أي في أحيانا في عندي صعوبات عم بتعامل مع الأهالي إنه ما عم يتعاونوا معي، ما في يعني صعوبات، ولكن في هدول هم يعني الشغلات كتير يعني واجهتني، غير هيك لا. شو رأيك حلا بما إنك أنت حابة تكون معلمة، إنه حققت هذا الحلم على أرض الواقع، تكوني هلا بهي الشي ساعة زمان تكوني معلمة؟ مادتنا اليوم العلوم، ودرسنا سيكون عن صحة جهاز التنفس. من يقول لي كيف نحافظ على جهاز التنفس؟ حسن. أحسن. هيثم. ممارسة الرياضة. أحسن. مريم. أحسن. نحافظ على صحة جهاز التنفس. 1- استنشاق الهواء النقي. 2- ممارسة الرياضة. 3- الابتعاد عن التدخين والمخدرات. ما الأمراض التي قد تصيب جهاز التنفس؟ حلا، رح خليك تعيشي كمان هاي التجربة بإنك تصلحي كمان دفاتر الطلاب. شو رأيك؟ يلا اجمعيهم. شكرا لك، هاي كانت تجربة كتير حلوة. شكرا لك انت حلا، واتمنى تكوني معلمة متميزة بالمستقبل. انا اليوم عشت الحلم وعرفت معنى الجملة اللي طول عملنا منرددها، قم للمعلم وفيه التفجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. رح اخبركم اكثر ما حلا بالاستديو. مشاهدينا شفنا كيف عاشت حلمها، حلمها كانت تكون أنسة بمدرسة، بس ظروف خاصة ما أدت اليوم تكون معنا بالحلقة، أكيد رح نتمنى تحقق أحلامها بس تكبر أكثر وأكثر. حلا، أنت شو حلمك تصيري بالمستقبل؟ صيدلانية. صيدلانية، والعزف والحساب الذهني موهبة، ما؟ فالروح الحلوة؟ أنت شو حلمك تصيري بالمستقبل؟ دكتورة. دكتورة، دكتورة شو؟ يعني عيون ولا اسنان ولا شو بدك تصيري؟ اسنان. يعني هيك مثل اسنانك الحلوين، ما؟ جعفر خلصه؟ انا فكرت لاخر الحلقه يعني انا وياك هيك بننظر، شو الشطاره يا جعفر؟ برافو عليك جعفر. قديش ممكن تستغرق معك وقت جعفر هاي؟ والله ولا مره حسبتها، يعني يا دوب استغرقت معك دقيقه. جعفر شو حلمك تصير المستقبل؟ دكتور. كمان دكتور، دكتور شو؟ عيون. في عنا حدا بالعيلة دكاترة هيك لحابينهم ولا هيك حابين تصيروا دكاترة؟ لأنه بتحسوها على طول حلم. شو حلمك تصير دكتور؟ ليش على طول هيك حلمنا تصير على طول دكتور؟ ولا أنت عندك هذا الهوس؟ لا، عمشان بس أكبر صير داوي المرضى وهيك. حلو، برافو عليك، برافو عليك كتير. سمعتوا في عنا لعبة؟ سمعاني في لعبة ورا كل نجم في سؤال؟ شو؟ خايفين شي منا؟ ما في شي، يلا تعالوا نلعب سوا. خلينا بس الكنترول يعطينا نجومنا. يلا حلو، فنروح ابلش معي. تختاري لي نجم؟ يلا اختاري لنا. انو رقم بدك؟ 5. 5، اعطونا يا كنترول 5 لنشوف فنروح شو بده يطلع له. مدرستك، انت صف اول ما؟ طيب شو هي الشغلة الاكثر شي بتحبيها بالمدرسة؟ اتعلم عربي. بتحبي مادة العربي، أكثر مادة بتحبي هي مادة العربي بالمدرسة، ما؟ طب أكثر أنسة بتحبيها هي أنستك، شو اسمها أنستك؟ نسرين. بتحبي أنست الرياضة والموسيقى؟ كمان بتحبيهم، ما؟ ورفقاتك بالمدرسة؟ إيه كثير بتحبيهم. أكثر فئة بتحبيها بالمدرسة شو اسمها؟ جوري. جوري، الله يخليكم لبعض أنت وجوري. حلا، اختاري لنا نجم. 9. 9، خلينا نشوف رقم 9. سر. حلا، بدك تقولي لنا سر، والله هو صعب هاي، يعني هذا السؤال صعب.
بس بدك تقولي لنا شي سر مخبيتي عنا، مثلا عن رفقاتك، علاماتك كيفها بالمدرسة، يلا خبرينا. ما في ولا سر تخبرينا فيه؟ ولا سر فيه، يعني حياتك هيك واضحة. ولا شكلنا بدنا نخسر يا حلا إذا ما جاوبتي على السؤال. فينا ننقي نجم تاني، شو رأيك؟ ننقي؟ نقي لنا نجم تاني بما إنه ما في ولا سر بحياتها لحلا. يلا. ثماني. ثماني؟ يلا ثماني، خلينا نشوف ثماني. ما بحبها، شغلة ما بتحبيها. أكلة، روحة، جاية، بلد، رفيقة. شو شغلة ما بتحبيها أنتِ؟ السبانخ. ما بتحبي السبانخ؟ أغلبية الأطفال ما بيحبوا السبانخ، ما بعرف ليش. خلينا كمان نختار أنا وياك جعفر، طالع لك سر هيك لحاله طبعا مو بالغلط. خلينا نختار نجم جعفر رقم ثلاثة. ليش رقم ثلاثة هيك يعني بتحظز على الأرقام الفردية أكثر؟ بتحس رقم حظك جعفر؟ شكرا. شكرا لمين بدك تقول شكرا؟ الكوتش فاطمة. يلا الكوتش فاطمة، ومثل ما قلت لكم أنا كمان بدي أقول لها شكرا على هالإبداعات عن جد الرائعة، ومتمنى عن جد كل اللي عنده موهبة أو عنده ذكاء أو بحب المجال الرياضي أو الحساب الذهني عن جد يتعلم هذا الموضوع، كتير حلو وكتير بينشط لكم دماغكم. أنا عن جد كتير بحب أتعلم الحساب الذهني، بحسه شيء كتير حلو. هلأ أحزوا شو، بما أنه طلعتوا شاطرين بهي اللعبة فبدي كافيكم وبدي لكم قصة، وموافقين؟ حزير شو بدي لكم قصة شو؟ مين رقم شخصية الكابتن ماجد؟ حاضرين ولا الكابتن ماجد؟ كلياتنا ما بتحبوه؟ بعد الفاصل قصة حلوة. فروحة بتحبي الكابتن ماجد؟ يعني بتحبيه كتير ولا شوي؟ كتير. كتير. ما شو كمان بتحبي برامج أطفال غير الكابتن ماجد؟ شو توم وجيري بتحبي؟ حكايات القوة. حلو برافو عليك. وانت شو بتحبي حلا غير الكابتن ماجد كمان؟ افلام كرتون. انا بحب توم وجيري كثير، بحبهم بيضحكوني كثير. انت جعفر شو بتحب؟ انا افلون حلوشة. انت اسمك مثل اسمي، لازم تحبي مثلي راكب. ما كمان في برامج كتير حلوة هلأ حديثة، بس برامج الأطفال القديمة كتير بتحسوها أحلى. ما رح أحكي لكم القصة. كلياتنا بنعرف إنه قصة برنامج الكابتن ماجد هو برنامج كتير مميز، ماشي، أفلام كرتون كتير مميز، كلياتنا حبينا، لقدام حبوا وهلأ أنتوا أكيد بتحبوا. بس هو كان شوي يعني ما بعرف في أغلاط أو شوي غليظ يعني بصراحة، يعني إنه الكابتن ماجد هيك من نص الدنيا بيوقف بالملعب، ماشي جعفر، قالوا بيقعد بيتذكر امه وابوه والمدرب والباخره، انه شو خطر لك؟ قالوا بيسمع هيك صفات الحكم، اه انا بالله انا بالمباراه، وبيرجع هيك بشوط الطابه، وبدك بقى حلقتين لتوصل الطابه على المرمى ليسجل جول. يعني شغلته معته شوي مع الكابتن ماجد، بس مع هيك حلو. مخترع هي الشخصيه اسمه تاكاهاشي. تاكاهاشي هو رسام ياباني، ماشي فروحة. إذا شو اسمه؟ تاكاهاشي، هو رسام ياباني. هلأ اليابان بهديك الفترة كان بيعرفوا شيء بس اسمه بيسبول. بيسبول هاي الرياضة الأولى كانت باليابان. فعرفين كاهاشي قال شو بدي ساوي؟ لقد خلص بتعلم بيسبول، هو صغير قال بتعلم بيسبول، ما فلح في شيء، لا عرف يمسك الطابة ولا عرف يسددها وما عرف شيء. شو بدي ساوي؟ طب بما انه انا كمان بحب الرسم وشاطر بالرسم، تعالوا لارسم قصص اطفال يا فروحه. بس شو بتخص البيسبول؟ هو مع رسم الكابتن ماجد كم كان عمره؟ هلا قديش كان عمره ما كثير معروف، بس معروف انه كان ب 1980 هيك شيء. رح كمل لكم القصه. بعد رح اجيكم بالترتيب عشان نكون كثير فهماني القصه صح تماما. بعد ما رسم هاي القصص المصورة، قصص مصورة عن البيسبول، كمان في شيء ليش يا حذركم؟ ليش؟ لأنه في رسامين يعني أقدم منه وأشطر منه عاملين هاي القصة، فأنت وين جاي؟ أنت وين جاي؟ ما رح تعمل شيء جديد، عرفت؟ ما قدر يعمل ولا أي شيء، تخيلي يا فرح. هلأ نقطة التحول كانت بحياته يوم المونديال بالأرجنتين، أوكي؟ راح يوم المونديال وراح ليحضر أول مرة بحياته لعبة كرة قدم،
أول مرة عم يعرف شو يعني لعبة كرة قدم وعم يتعلم قواعدها. اليابانيين ما كان كثير بيعرفوا بهي الكرة، كان البيسبول هني آخر خيالهم يعني، بس بيسبول. فخطرت له فكرة هيك من نص الدنيا وجريئة هاي الفكرة وكثير حلوة، إنه أنا بدي أمشي عكس التيار وبدي أرسم شخصية كرتونية لكرة القدم. تمام، هذا فرح ورسم شخصية كرتونية اسمها الكابتن ماجد، نحن بنعرفها، بس شو اسمها بالصيني بالياباني؟ اسمها سوباسا. شو اسمها؟ سوباسا. هذا الحكي كان 1980، صار يرسم قصص مصورة انشر بالمجلات، فالناس حبوها، شافوا شيء غريب وحبوه كثير. ماشي يا فرح؟ بعد فترة بال 1983، يعني بعد 3 سنين، عملوا هي القصص المصورة فيلم كرتون. الكابتن ماجد اسمه، اوكي؟ صار هذا الفيلم كثير محبوب من الاطفال، صار الاطفال كثير يتابعوا. يعني الكابتن ماجد فينا نقول له الفضل الاول والاكبر لكرة القدم اليابانية. ليه؟ لانه ما كان في شيء باليابان اسمه فريق كرة قدم ابدا. تمام؟ هلا شو بيقولوا؟ بيقولوا انه رئيس سلسلة الافلام كابتن ماجد بيقول انه نحن كل حلقة كنا نشرح قواعد هاي اللعبة، لأنه الشعب الياباني ما بيعرف قواعدها ليتعلم هاي القواعد. من هون من كابتن ماجد هذا الفيلم البسيط، فيلم الكرتون، خلانا فيلم الكرتون هاد من 40 سنة لهلا عم نشجع الشعب الياباني. ليش يا حذركم؟ لعب الطاولة. لعب الطاولة ليش؟ في حدا شغل مخه، حدا ما مشي مع التيار، مشي عكس التيار وحاب يكون مميز، خلق شيء جديد. تماما. انا رسالتي لكم من خلال هاي القصه، ما ضروري نتميز مثل العالم، خلي بكل مجال لك بصمه. انت بالعزف لك بصمه، وانت بالغناء لك بصمه، وانت بالحساب الذهني اكيد لكم بصمات. تمام. وانا لاني حابه يصير في بصمه كثير حلوه ببرنامجي، بدي اسمع غناكم. ما سمعت لسه ولا غنيه منكم، يلا خلينا نسمع. حبيت القصة فرح؟ بس مبسوطة فيها؟ يلا خلينا نسمع أخواتك، شو رأيك؟ يلا تتأمر يا دار محمي إبرازك، والعسكر داير من داري وقف عسياجك. تعالوا تتعمر يا دار محمي إبراجك، والعسكر داير من داري وقف عسياجك. والبيرق عالي عالي وتحوري بالخيالي، والبيرق عالي عالي وتحوري بالخيالي، عالهوار الهوار ومكلالي بالغار، دايم دايم عزك دايم ومزياني يا دار. تعال وتتعمر يا دار محمي براجك، والعسكر داير من دار يوقف عسياجك. تعال وتتعمر تتعمر سوريا. الله الله، شو هالحلو، شو هالصوت الحلو يا فروح وانت عم تغني مع اخواتك، كثير حلو. عن جد بدي اتمنى لكم تصيروا مثل ما بتحلموا. بدي اتشكرك كثير جعفر، بدي اتمنى لك تصير طبيب، وكل ما هيك موهبتك تتطور اكثر واكثر. حلا الاميره، بدي اتمنى لك كل شيء حلو وتصيري مثل ما بتتمني واكثر. فالروح الحلوة اللي زينت لي الحلقة اليوم بهالبراءة وهالوجه الحلو، بدي اتمنى شو بتحبي تصيري بالمستقبل؟ طبيبة، ما؟ فأنا بدي لك تصيري طبيبة، وطبيبة كتير ناجحة. شكرا لكم كتير، أكيد رح نختم كمان بغنية معكم، بس مشاهدينا أينما زرعنا الله فلنزهر. سلام، خلينا نسمع.
عشق نار تحرق حريق. احنا في وطن أحب وافتري.